بعض الحاجات كده في المباراة. كابتن محمد ازاي حضرتك؟ يا كابتن كريم، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه يا كابتن محمد؟ تمام والله الحمد لله رب كله العالمين. تمام؟ تمام والله الحمد انا لله عارف النهارده يعني شوية احداث حصلت كده في المباراة، ولكن عايز اسألك في بعض النقاط. طبعا حاجات تخص المباراة وفنيات المباراة مش هقدر اتكلم فيها عشان برضه انا عارف، هتختلف انا حاجات. مش انا مش هسألك ما اكيد طبعا يعني مش هتتكلم، انا عارف انت في توجيهات من لجنة الحكام او يعني لجنة الاتحاد الدولي اصلا اللي احنا ما ما بنتكلمش فيها حاجات تتكلمش تخص في المباراة. احداث. انا بتكلم بس في احداث ان انت حضرتك وقفت الماتش النهارده، وايه اسباب اللي انت وقفت المباراه ما هي برضه والمشاركه. يخص المباراة يا كابتن كريم. طب ما اسالك في ايه؟ طيب ما انا دي الحاجات يعني طب ما لا يعني كنت بقى لازم يعني لازم نعرف الاسباب. هل في هتافات من الجماهير ضد حضرتك؟ وبعدين حضرتك وقفت المباراه، كنت هتلغي اهو مثلا كابتن الحاجات كريم، دي؟ انا المشكله اللي دي ما اقدرش والله اتكلم فيها، لكن انا لازم اشيل بس موقف الشرطي المصري بعد المباراه ونزول اوضه اللبس والاشاده الكامله بالتحكيم، يعني عكس بعض الناس اللي هي ما بتفهمش في، مش يعني انا مش عايز اقول كلام يعني. لا، الراجل نزل ونفى الكلام اللي اتقال وقال لا احنا بنشيد بيكوا بادائك وبركت على ذلك تنظيم المباراه. انا بس انا عايز اتكلم مع حضرتك بس مش قادر، يعني عايز اتكلم على الهدف اللي تم احتسابه. أنا ده من اختصاص حكم المباراه ولا من اختصاص المساعد؟ ايه هدف المباراه اللي اتحسب لمصر المقاصه، الكوره بصراحه ما عدتش خالص يعني، ما حتى ما وصلتش لخط المرمى. انا معاك. ده من اختصاص المساعد ولا حضرتك شفت الكوره بعينيك ولا؟ لا لا اكيد طبعا مساعد، طبعا مساعد. لكن انت لو شفتها حاجه تانية ممكن ما تاخدش براي المساعد يا كابتن محمد، صح؟ كابتن، هو المساعد هو مسؤول الكره عبرت او ما عبرتش، هو الاقرب ان هو يشوف الكره. يعني انت لكن حسيت انا ان هو الاقرب فخدت مشيت براي المساعد. لكن انا لا تعليق خالص على فنيات داخل الملعب. مستشار مرتضى يعني منصور لما نزل يعني لقيتك بعد كده على طول استأنفت اللعب. لان الراجل اعتذر وتعاهد، الجمهور كله هيشجع ومفيش اي حاجه تحصل خالص، والراجل بصراحه يعني كان على قدر المسؤوليه. هل حضرتك اديت زمن مثلا ممكن كنت تلغي المباراه، ولا كان توقف ده هترجع كده كده في الاستئناف المباراه تاني؟ كابتن برضه مش هينفع اتكلم يا كابتن كريم، والله انت عارف انت حبيبي. انا بس انا عارف والله، والله معلش انت عارف انت بالنسبه لي يعني، لكن الله هو مش هتكلم يخليك. في حاجه زي كده. تمام، مفيش مشكله. تحب توضح حاجه يا كابتن محمد؟ طب حضرتك تحب تقول حاجه؟ لا الحمد لله رب العالمين، من الماتشات اللي انا بعتز بيها الحمد لله النهارده. شكرا. تمام، بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد فاروق، طبعا حكم مباراة النهارده.